احتفلت مساء أمس سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتشاد بالعيد الوطني 46 بحضور أعضاء الحكومة والدبلوماسيين، وكان في مقدمة مستقبلهم سعادة السفير محمد علي الشامسي وطاقم السفارة. المناسبة جرت بفندق ليدجر بلازا. زمضم طاهر عاشور. اتسمت العلاقات التشادية الإماراتية بمكانة مميزة في شتى المجالات، سيما الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي والسياسي. وتسعى الدولتان إلى تطوير العلاقات الثنائية والشراكة المتبادلة لصالح الشعبين، وعليه ولأول مرة تحتفل سفارة الإمارات العربية المتحدة بالبلاد بالذكرى 46 لليوم الوطني، والذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام. ويشكل هذا اليوم للإماراتيين مناسبة للتعبير عن الانتماء التام تجاه الوطن والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة، وعلى رأسها مؤسس دولة الإمارات الحديثة المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن آل نهيان، وأبنائه المخلصين كرئيس الدولة الشيخ بن زايد آل نهيان وإخوته حكام الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد بدأ الاحتفال بعزف النشيدين التشادي والإماراتي. عقب ذلك قدم السفير الإماراتي لدى البلاد السيد محمد علي الشامسي كلمة تناول من خلالها الركائز الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استقرار معدلات نموذجية ودخل الفرد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. من جهتها أمينة الدولة في الخارجية الدكتورة حواء عثمان جامع أشادت بعمق العلاقات المتميزة بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، خاصة الزيارات المتكررة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بشقيقه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لدليل على متانة هذه العلاقات. ومن ثم قطع قالب الحلوى من قبل السفير الإماراتي تعبيرا عن الفرحة في هذا اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا وإن للشعبين التشادي والإماراتي قوائم مشتركة تعزز العلاقات القائمة على الود والاحترام المتبادل سياسيا واقتصاديا وثقافيا.